شهدت الجولة 19 من الدوري السعودي لكرة القدم فوز الخليج على فريق الرائد بهدف مقابل لا شيء، رصيد الخليج وصل إلى 26 نقطة. وضمن منافسات المرحلة نفسها فاز الوحدة على ضيف هجر بهدف وحيد ليتجمد رصيد هجر عند 9 نقاط في المركز الأخير. تعادل نجران مع التعاون بهدف لكل منهما، بهذه النتيجة رفع نجران رصيده إلى 16 نقطة، أما عن التعاون فوصل رصيده إلى 35.